السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس لدينا هذا الديسكدير كما ترون، لقد فتحته هكذا كما ترون، هذا القرص الصلب، ولقد حذفت جميع الأشياء التي كان فيه، تركت فقط اللوحة التي هي متصلة، يعني الدارة نحتاجها لإدارة القرص الصلب هنا لكي يعمل القرص الصلب، ونزعت جميع الأشياء التي كانت هنا، يعني ريشة القراءة وأشياء أخرى، تركت فقط القرص، حتى القرص تركته لكي أضع تلك هذه يعني كما نقولوا احنا كارت الخرس، سوف استعمله لأغراض أخرى، سوف استعمله لأغراض أخرى. هنا يكون مكانها تقريبا، لقد استخدمت هذا المكان، قطعته على حجم هذا المكان، سوف أضعه هكذا كما ترون، وعندما أضعه يكون على القرص الصلب، لذلك تركت القرص الصلب، وسوف أضع له الأشياء التي نزعتها منه هكذا، سوف هذا يضغط عليه هكذا، وأضع تلك هكذا وأربطهم وهو يحتاج مفتاح نجمة، هو في الواقع يحتاج مفتاح نجمة لكي هكذا لكي لا يتحرك من مكانه، سوف هكذا لقد أصبح كما ترون هكذا، وسوف أشغله بوحدة التغذية التي استخدمتها سابقا. وحدة التغذية سوف أعطيه هنا، ما دام أنني تركت اللوحة الخاصة بي، سوف أعطيه الفولتية في الاثنان، أربط 12 فولت هنا و5 فولت، والسالب من هنا سوف يشتغل بدورته الكاملة، يعني ما يكونش الفولتاج ناقص، ما يكونش عليه ناقص فولتاج. سوف أجربه أمامكم، سوف أستعمل وحدة التغذية السابقة التي جربناها سابقا، هذه هي الوحدة التغذية التي استعملناها سابقا، سوف أستخدمها في هذا الغرض، سوف نرى كيف نستخدمها. سوف أربط الأسلاك لكي لا يحدث التماس بين الأسلاك، اللون الأصفر مع 10 فولت، وأعطيه السالب من هنا وأعطيه 5 فولت كذلك، ما دام أنني ربطته باللوحة الخاصة به، هكذا لقد ربطت تلك الأسلاك، فسوف لكي لا يحدث تماس بينهما، لتوضح الصورة سوف أضعها هكذا لكي يستقبل
الصورة واضحة. هكذا سوف أبعد، أعطينا مشكل. هكذا سوف أشغل كما ترون. لدينا هذا المقبس، كما ترون لا يعمل. وهذا للاستعمال للأغراض الصغيرة، أي شيء تريد أن تستعمله لي في هذا المجال. كما ترون أنه يعمل بسلاسة وبحرية جيدة. سوف أغلقه، عندما تضغط عليه بقوة سوف يتوقف، سوف أوقفه من هنا وأعيد كرر. هذا متوقف عند اللوحة التي استعملتها، يعني عند استعملت اللوحة. عندما لا أستعمل اللوحة أعطيه مباشرة 12 فولت فإنه لا يتوقف، فإنه لا يتوقف. هنا يعيد الكرر، يعني إذا ضغط عليه كثيرا سوف يتوقف لأنني مستعمل تلك اللوحة الخاصة به. عندما أضغط عليه سوف يتوقف، يتوقف تماما ويعد. وهذا يعود إلى اللوحة، يعني تلك الآي سيات المبرمجة، عند وقوف الديسك دي سوف يتوقف أو تعيد له إعادة التغذية. أما إذا استعملته مباشرة 12 فولت سوف لن يتوقف وتعمل به. أنا تركته مع اللوحة فقط لكي لا يكون عليه ضغط كثيرا. أرجو أنها فكرة جميلة وتستعملونها في كثير من الأشياء، صيانة بعض الأشياء التي نستخدمها في مجالاتنا اليومية أو في الصيانة. إنكم تسمعون الصوت يدور بسرعة عالية. أرجو أنها فكرة جيدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.